نحييكم مشاهدينا الكرام من محافظة الأسكندرية وعدد من المشروعات القومية التي يفتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عدد من المشروعات في المحاور في البنية التحتية أيضا في محطة مصر في محافظة الأسكندرية وفي القلب من مدينة الأسكندرية حدائق المنتزه بشير الخير 2 في مرحلتها الثلاثة وحياة كريمة بجودتها التي يستحقها المصريون. يسعدنا أن يكون معي في هذا اللقاء الأستاذ سعيد جمال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة لهذه المشروعات القومية التي نقف بين جنباتها. برحب بحضرتك ومبروك على تدشين المحور النهاردة، محور المشير فخري أبو ذكري، وأيضا عدد من المشروعات اللي بتشهدها محافظة الأسكندرية. أهلا وسهلا بحضراتكم عندنا في اسكندرية. حضرتك كلمنا عن مدى مشاركة الشركة بوصفها شركة من شركات القطاع الخاص للدولة كساعد أساسي في هذه المشروعات القومية وإنجازها. هو الشركة بتقوم بمشروعات قومية كبيرة من قطاع الطرق اللي احنا قمنا فيه بتنفيذ طريق المحور الفريق فؤاد ذكري، وكان لنا الشرف ان احنا اشتغلنا في حوالي 35 كيلو بعرض 9 حارات، وكنا بنشتغل في الاتجاه بتاع الملاحات، وده كان اصعب اتجاه نشتغل فيه وكانت ظروفه صعبة نظرا للتربة الطينية والاملاح اللي كانت موجود فيها، لكن الحمد لله بمعدات الشركة ومهندسينا وفنيينا قدرنا ان احنا نعدي الموضوع الصعب ده، والطريق زي ما انتم شايفينه الحمد لله انتهى بطريقه كويسه جدا. يعني المده الزمنيه اللي استغرقها المشروع او المحور ده تحديدا؟ سنه ونص، ودوت سنه ونص على الجزء اللي احنا شغالين فيه حاجه و80 كيلو، وده وعرض الصحرات ده انجاز، يعني انجاز في قطاع الطرق بالمشاكل اللي كنا فيها من نوع التربه اللي كانت موجوده، ده يعتبر انجاز جامد قوي بالنسبه لقطاع الطرق. يعني ايه اللي ممكن يضيفه المحور لمحافظه الاسكندريه وايضا للمحافظات المجاوره؟ هو المحور ربط ما بين اسكندريه والساحل الشمالي وسرع الطريق، اللي انت بدل ما كنت ممكن تمشي في ساعه انت بتمشي النهارده في 12 دقيقه. ربط محاور جديده ما بين برج العرب وما بين غرب اسكندريه، وباتجاهه لمحور المحموديه ربط الشرق، فدلوقتي بقت في شبكة دايري حوالين الإسكندرية سهلت الطرق بطريقة ممتازة جدا، وقدر اللي هو يفتح على طريق الساحل من كذا اتجاه كمان غير الاتجاهات الأولانية اللي احنا كنا نعرفها. يعني قد ايه تقريبا عمالة مصرية اشتغلت في المشروع؟ المشروع ده اشتغل فيه ما يقلش عندنا عن حوالي 540 مهندس وفني، ومش أقل من 10,000 عامل ما بين مباشر وغير مباشر. ليه حضرتك قررت تدخل مع الدولة المصرية لبناء جمهورية جديدة؟ ليه خدت القرار ان انا هشارك وهدخل وهحط رأس مالي وهحط معداتي وهحط موظفيني واعمل المشروع ده وانجزه؟ هو انا كشركة قطاع خاص انا طول عمري بشتغل مع الدولة وطول عمري شغلنا مع الدولة، لكن في الوقت اللي فيه عهد سيادة الرئيس هو احنا زودنا فيه الشغل، وهو قدر يدي الثقة فينا اللي احنا اخدنا مشاريع كبيرة بحجم كبير خلاف الطرق ديت في المواني وفي القطورات وفي الارصفة البحرية، فكانت الدولة مشجعة اللي كان بيشتغل معاها انه يكبر، وفعلا احنا شركات كبيرة كبرت، والناس لما لقت الشركات اللي زينا بتكبر بدأت شركات أخرى تخش مع الدولة، وتشوف النتيجة إن شركات بدأت مع الدولة صغيرة فبدأت تكبر، فبدأ الناس عندها فكر إنها لو دخلت مع الدولة هتكبر تبقى من الشركات الكبيرة. قد إيه شركات خاصة تقريبا في المشروعات القومية الحالية اللي إحنا بنفتتحها النهاردة أو بيفتتحها السيد الرئيس النهاردة؟ هو الشركات الأساسية للطريق كانت ثلاثة، للشركات المنبثقة منها مثلا ولا 40 شركة تكون منبثقة من الشركات ديت اللي هي بتعتبر غير مباشرة، ده بالنسبة لمشروع الطرق ده، لكن على المشاريع القومية لا، احنا عندنا شركات كبيرة تعدي الآلافات. يعني بحيرة مريوط وعمليات التطهير والتكريك اللي استمرت علشان نقدر ان احنا نقف دلوقتي على المحور ده ونقول ان احنا ربطنا محافظة الأسكندرية بمناطقها المختلفة، مش بس الحقيقة لخدمة أهالي المحافظة لكن كمان لكل الوافدين ليها سواء في الصيف أو سواء في الاستخدام الدائم في مدينة العالمين الجديدة أو التوجه الجديد بالمدن الدائمة والجامعات والكليات اللي في برج العرب تحديدا. إزاي قدر المشروع إن هو ينجح في وصولنا للهدف ده؟
طبعا اول حاجه من يعني المحموديه والترعه المريوطيه ديت كانت من الحاجه اللي كانت مهمله في الوقت السابق، فدلوقتي بالتطوير بتاع ترعه مريوط او بحيره مريوط بالظبط كده، وانشاء عليها ممشى اهل اسكندريه، وانشاء عليها المنتجعات السكنيه الجديده زي صواري وخلافه، وانشاء كذا ظهير خارج الاراضي اللي احنا عملناها النهارده في الطريق بتاع المشير فؤاد ابو ذكري. ده قطع توسع جديد افقي للاسكندريه، وقطع ان اسكندريه بتتوسع افقي بطريقه منظمه ومش عشوائيه، والطريقه دي اللي هي هتحسن الوصول لاسكندريه من كذا اتجاه، والتقارب من المحافظات كلها وبعض بالاسكندريه. كمان مش بس واقفين على طريق عادي، لكن كمان حتى نظم الإضاءة والحقيقة وعواميد الإنارة حوالينا في كل حتة باينة إن هي بالطاقة الشمسية والتوجه المصري للطاقة النظيفة والمستدامة. هو سيادة الرئيس في حاجة إحنا اتعلمناها منه، إن هو أي مشروع بيتعمل بيحب إن يتعمل من ألف للياء، ما بيأخرش فيه مرحلة، بيبقى عايز بالشكل السليم والنهائي، واللي هو ما يتعملش فيه لا حاجة، لا إصلاح تاني ولا تجديد تاني. فتاخد المشروع من اوله لاخره، بتاخده بطريقه ما بقاش ليها كماله بعد كده، وده طبعا حاجه بتبقى موفره فيما بعد يعني. اكيد، ودي الاستدامه اللي احنا الاستدامه مظبوط، والاعتماد بقى على الطرق الحديثه زي احنا معظم الكشافات كلها بالطاقه الشمسيه، ودي حاجه كويسه طبعا. وبالنسبه للمناخ احنا كده الطرق الجديده كلها بقت بتستخدم عشان المناخ برضو، فدي بقت حاجة كويسة بالنسبة للشباب. صحيح، مع نبني المستقبل. ببارك لحضرتك مرة تانية، وبنبارك لمسيرة وطن في جمهورية جديدة. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سعيد جمال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة لهذه المشروعات القومية التي نقف على إحداها في محافظة الأسكندرية. أشكرك، تشرفنا بحضرتك، شكرا.